شاء الله. وأحب أوجه أيضا التحية والتهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. الحقيقة الهيئة العربية للتصنيع بتعتبر نفسها دائما هي ظهير صناعي للدولة، وهي مشارك رئيسي في جميع مشروعات الدولة، ويهمنا طبعا ان احنا نكون شريك لجامعة القاهرة في هذا المشروع العملاق لأول مجمع طبي أو أكبر مجمع طبي للأطفال في منطقة الشرق الأوسط. فنفتخر كهيئة عربية للتصنيع ان احنا أحد الشركاء في هذا المشروع العظيم. والحقيقة الهيئة في تعاون وفي تنسيق مستمر مع جامعة القاهرة ومع العديد من الجامعات، وتسعى دائما إلى ربط البحث العلمي والعلم بالصناعة. وفي إطار الطبي الحمد لله الهيئة في إطار إنشاء مجمع طبي للصناعات الطبية إن شاء الله تعالى يبتدي الإنتاج بتاعه في عام نهاية عام 22، وده هيشمل مستلزمات المستشفيات وخيوط الجراحة والعديد من الصناعات الطبية بالتعاون مع الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال. فبقول لكم كل سنة طيبين، وبهني معالي الأستاذ الدكتور محمد القشط على هذا النشاط وهذا الصرح العظيم، وأتمنى لكم جميع التوفيق. شكرا جزيلا.